قد يعتقد المواطن العادي أو المتلقي العادي بأنه التسويق بأن المحامي ضد التضريب وهو خطأ لا يمكن أن نمرره أو نجعله عاديا في هذا التعبير ديالو. المحامون يقومون بالواجب ديالهم ديال التصريح تاعهم بالضريب تاعهم. طبيعة الحال كانت هنا واحد المسألة انتقالية وهو أنه من أجل أن يكون كل محامون عندهم تعريف ضريبي، وكان هذا هو المسألة اللي كنا خدامين عليها بالتعاون وبتشارك بيننا وبين الوزارة المعنية على أساس أنه يكون هناك واحد العدل في هذه المسألة هذه. تفاجأنا بالقانون المالي، مشروع القانون المالي ديال 22-23 على أنه كيتضمن مقتضيات هي مشمولة بعدم الدستورية كما هو معلوم ومن مبادئ في الضريبة وفي الجبايات، وهو أنه الضريبة على الدخل كتكون من بعد ما أنه الملزم كيقوم بعمليات التصريح، ومن بعد ديك عملية التصريح هي اللي على أساسها كنقوموا عملية تضريف الضريبة على الدخل اللي كتكون محددة واحد النسبة معينة. المشروع دابا اللي جا كيقول بأنه نديروا التسويق على الضريبة على الدخل، هذا لا يستقيم أول حاجة مع الفصل 6 من الدستور الذي يعتبر بأن المواطنين كلهم متساوون أمام الإدارة سواء كانوا أفراد أو مؤسسات. كيفاش أنا تفرض عليا كمحامي ملزم على أنني نعطيك واحد التسويق واحد الضريبة على الدخل، وأنا كشركة مهنية مثلا لو اعتبرتي بأنه شركة مهنية كيسري على النظام ديال الشركات نعطيك واحد التسويق على الدخل، وواحد آخر شركة أو شخص آخر ملزم آخر كتخليه حتى الآخر عاد كتطبق عليه عملية ديال التضريب بناء على التصريح اللي دار. وهنايا يجب أن نكون حاضرين في تقديم لهذاك الطالب ولا لهذاك المواطن مفهوم العداله الجبائيه. راه لا يمكن ولا يستقيم اننا نجيو نتكلموا على هذه المساله هذه دون ما نكونوا كنراعيو بزاف الامور. نعطيكم مثال، انا مثلا محامي خديت من عنده ضريبه ديال مرحله ابتدائيه ولا ثانويه فيها او حتى مرحلة النقد، ولكن هذاك المحامي ما بقاش باقي هو كاينو في هذاك الملف. ما معنى واش هذاك المحامي هيخلص هو ضريبه تقطعات وهذه يمشي هذاك المعني بالامر المتقاضي عند واحد اخر محامي اخر ويقتطع منه حتى هو كذلك تقتطع منه ضريبه اخرى؟ هنا بالتالي هذه العمليه هذه هي من الناحيه القانونيه والدستوريه فيها اشكال كبير، وخلات بان الموضوع نطرحوه ونناقشوه. الا كانت المساله ديال تعميم التضريب عند المحامون احنا معاها، الا كانت العدل الجبائي عند المحامون احنا معاها، الا كانت الاداره كتعتبر بان المحامون ما كيديوش داك الشيء اللي خصهم يديو تقوم بالمسائل تاعها اللي عطاها لها القانون، فإما المراجعه ديال التصريح اما فرض تلقائي لهذيك الضريبه على ذاك المحامي. اما اننا نقلبوا الايه ونخليو بان يكون عندنا التطبيق على الضريبه على الدخل، هنا غادي نطيحوا في واحد المساله اشكاليه كبيره غادي صعب علينا اننا نفوتوها. المساله الثانيه واللي كتعلق بالمتقاضي، طبيعه الحال كتعرفوا بان الضريبه على القيمه المضافه المحامي انما هو وسيط بين المعني بها والجهه الضريبيه. غادي نرفعوها من 10 ل 20، علاش من 100؟ فيه شي دراسه؟ فكرنا باننا احنا ما بقيناش باقيين عادين العداله المجانيه ولا العداله الميسره للمواطن. راه كنفرضوا على ذاك المتقاضي يخلصنا المفوض القضايا هو كيخلص الصندوق، كنفرضوا عليه يخلص المرحله فاش كيوضع المقال تاعو، ولا دابا نفرضوا عليه بانه يخلص ضريبه اللي هو كبر من الجهه تاعو في الظروف العامه واللي كيدوز فيها المغرب. كيبان لنا بانه يجب التريط ونحن مع الحوار، ونحن الى شفتوا الوقفه والشعارات شعارات مخوده بالعنايه، لانه هذه الوقفه هذه وقفه المؤسسات ووقفه الهيئات، وبالتالي اننا كنعطيو الانطباع باننا لسنا ضد العدل الجبائي، لا نتهرب من اداء الضريبه، ولا نريد ان يسوق ايا كان اشياء كتمس بمهنه المحاماه. ونتكلموا عاد ثاني مره اخرى ونقولوا بانه التعامل مع هذه الفئه هذه ديال المحامون لا يجب ان يجعل منا ان ننسى بان المحامون ازيد من 40 سنه كانوا يقدمون المساعده القضائيه بالمجان، ولا يجب ان ننسى بان المقدر ديال المساعده القضائيه المخصص من طرف الدوله لم يتم رفعه منذ عده سنوات، ولا يجب ان ننسى بان هذه مهنه حره تقدم خدمات جليله للعداله. وبلا محامي اعتقد بانه سيكون المتقاضي او الشخص اللي محتاج لمحامي في ورطه بانه يدافع الحقوق تاعو. نتمنى بان هذه الوقفه هذه اللي هي وقفه وطنيه واللي عطات بعدا على مستوى جميع هيئات المحامون لدى محاكم السنيه بها كادير المعيون 100% لجميع المحاكم، المحاكم الابتدائيه والسنيه في المحاكم النوعيه في اطار الانضباط والالتزام لهذا القرار ديال المؤسسه ديال 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 المحامون وهي نقابه هيئه المحامين بكادير. نتمنى ان تكون الرساله وصلت وان يكون الناس المسؤولين على التدبير ديال هذا القطاع هذا لا العدل ولا الماليه يكون عندهم النظره الملكيه اللي كتميز بالحكمه. ولا ننسى نشكر المبادره ديال البرلمان
ديال رؤساء الفرق، لدى الاغلبيه المعارضه في المبادره اللي كانت يوم الاثنين البارح على اساس يكونوا مثابه وسيط بين الطرفين. نشكرهم من هذا المنبر هذا، ونتمنى ان تكون هذه الفرصه هذه ديال الحوار تعطينا الى بغينا كاع نديروا التعديل على النص، نفكروا بانه راه كاين عندنا ما هو اعلى من النص وهو الدستوري، والدستوري راه كيفرض علينا باننا نقدموا منتوج كيراعي هذا التوازن هذا. وشكرا لكم.